نستضيف الأستاذ عبد العزيز محمد العتيبي أمين عام مجلس الوزراء ليحدثنا عن المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح بصفة الأستاذ عبد العزيز سكرتير خاص للمرحوم الشيخ عبد الله السالم سنة 1959 واستمر في العمل معه فترة طويلة. نرحب بالأستاذ عبد العزيز، أجمل ترحيب، شكرا على حضورك ومشاركتك في هذا البرنامج. شكرا لك صالح. أستاذ عبد العزيز، لا شك أن المرحوم الشيخ عبد الله السالم صانع الكويت الحديثة، تاريخه أو إنجازاته معروفة لكل كويتي ولكل وافد. في عهده طلعت الكويت وطلع اسم الكويت إلى العالم الخارجي العربي والعالم عموما يعني. إنما هناك زوايا يهمنا الحديث عنها في شخصية المرحوم عبد الله السالم الصباح. مما يذكر من صفاته إنه هو كان زاهد، فما أعرف أستاذ عبد العزيز شو تحدثنا عن زهد المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لكي أتحدث عن شخصية الشيخ المرحوم عبد الله السالم التي يعني أعجب بها أنا أشد الإعجاب. وفي الغالب عندما يتحدث إنسان عن شخصية من هذا النوع قد يتطرق في حديثه إلى منجزات هذه الشخصية. نعم. العملية التي بقيت بعد وفاته، لكن في الواقع للمرحوم الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم صفات شخصية تغلب في الحقيقة في الوصف على منجزاته كحاكم. ويمكن هذا الجيل الذي يستمع إلى هذا الحديث لا زال يشهد منجزات المرحوم أمامه، فهو ما بحاجة إلى أن يعرفه على هذه المنجزات. إنما صفات الشخصية في الغالب تحتاج إلى من يذكر الناس بها ويعلم من لا يعلم فيها حتى تكون قدوة للآخرين. فالمرحوم رحمة الله عليه كان في الواقع مدرسة مستقلة بذاتها في السلوك. كان يمثل الإنسان الذي يتحلى بصفات جميلة جدا. بالإضافة إلى هذا كان يتحلى بصفات الحاكم الجيد. ومن صفات المرحوم أو على رأس هذه الصفات كان حبه للعدل، وكان دائما عندما نقدم له الأوراق أو الرسائل في الصباح كان يتساءل إذا كان في بين الرسائل أحد يشتكي الظلم. نعم. فإذا أجبنا بالإيجاب كان يطلب الأوراق هذه ليقرأها بنفسه. نعم. ثم يطلب ملف القضية اللي يشتكي منها الشاكي ويتتبع أخبارها حتى يصل الإنصاف. أما باقي الرسائل، واحد يطلب إعانة، نعم، آخر يريد بيت أو شيء من هالنوع، فيترك لنا حرية التصرف فيها بتحويلها إلى الدوائر الرسمية التي تولاها. لذلك كان أول صفة من صفاته أنه إنسان يكره الظلم ويحب العدل. بعدين من صفاته الأخرى التي تزينك حاكم أنه كان متواضع، لا تشعر وأنت معه أنك أمام حاكم، بل تشعر بأنك أمام أب. نعم. ما كان يعني في تصرفاته ومشيته أو كلامه أو أوامره تشعر بأنه حاكم يأمر لمجرد أنه يعني يأمر ليطاع. لا، كان يطلب ويترك لك حرية أن ترد على طلباته بحيث يعرف مدى صحة هذا الطلب وهل هو في محله أو لا. بعدين من صفاته أولا أنه دائما يحب أن يتعلم ولا يتردد في أن يسأل أي إنسان عن أي شيء، بالإضافة إلى أنه شغوف في معرفة الأسر الكويتية وصلتها ببعض
وصلة القرابة بين بعضها البعض كحاكم يريد أن يعرف أبناء شعبه، إلا أنه كان يسأل في كل شيء، خاصة أن الكويت في عهده بدأت تتطور وبدأت تدخل أشياء حديثة كثيرة عليه، فكان دائما يحب يعرف هذه الأشياء وبالتفصيل. بعدين من صفاته أيضا أنه كان هادئ، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقول أنني رأيت المرحوم يوم من الأيام غير هادئ، يعني كان متماسكا. نعم. وخاصة وهذا أهم شيء، أنه في وقت الأزمات لا تجد عنده إلا الهدوء الذي يحيلك بالهدوء فتهدأ أنت معه. وبطبيعة الحال الحاكم عندما تبرز عليه علامات الهدوء في الأزمات، هذه الميزة تنعكس على شعبه أيضا فيتماسك ويهدأ. فالأب دائما هو الذي يعطي الصفة أو الجو النفسي لباقي أسرته، هذا صحيح، والحاكم لباقي شعبه. بعدين رحمة الله عليه كان حليم، يعني ما أعرف عنه الغضب أبدا، ما كان يغضب، كان إذا صادف شيء يغضبه يلجأ إلى الصمت، يعني لا يتلفظ بكلمات أو يبدي نرفزة أو عصبية أبدا، دائما كان متماسك بشخصيته، وإذا حدث ما أزعله مثل ما قلت لك يصمت، وإحنا ندرك من حوله أن صمت الشيخ معناه أنه مو براضي. بعدين حسب ما تفضلت هو متقشف في حياته جدا. ناخذ صور عن تقشفه أستاذ عبد العزيز. والله أنا يعني صدف أيام ما كان والدي سكرتيره، نعم، أنني كلفت أني أروح له برسائل بالليل، نعم، ودخلت عليه بغرفة نومه واستغربت، نعم، أن هذه غرفة أمير البلاد، غرفة جدا في غاية التواضع، بسيطة وأثاثها بسيط. ويعني أنا الحقيقة أول مرة أكتشف أن الأمير ينام في غرفة يمكن غرفتي أحسن منها، الله، فاستغربت. وأذكر أيضا أنه مثلا مرة حاولوا يبدلون سيارته باعتبارها موديل قديم، قال ايش فيها مدام تمشي خلاص ما في داعي لواحدة جديدة. يعني دائما يحاول أن يقاوم الترف. نعم. ولا شك أن كثير من الذين عاشروا يذكرون أوامر الصريحة اللي كانت تصدر عنه بالتقشف في كل شيء، يحب أن يتقشف هو وأيضا يضفي هذا التقشف على الدولة. نعم. بعدين من صفات الحقيقة الواضحة أنه صريح، لا يبالي في اللي أمامه ولا يرعى مشاعر الآخر إذا كان غلطان. نعم. يقول له بكل صراحة عيبه، فكان يعني مثل ما نقول إحنا بالكويت ما عنده الحية والحية، اللي عنده اللي في غلط يقول له ترى أنت فلان عملت كذا. فكان صريح لدرجة أن يعني كان يضفي هيبته من خلال صراحته. نعم. أن أي واحد ممكن يرتكب ذنب يسمع منه العتاب أو المصارحة، ما يجامل في هذا الموضوع. أيضا عفوا أبو عصام، من أعتقد أيضا من صور زهد الشيخ عبد الله السالم قضية أنه لما نمر السيارات، سيارات الأسرة الحاكمة كان عليها أعلام هو أمر بإلغائها، وأن أعتقد وكثير من الأمور هذه هو يعني يحب أنه يعني كلها يحب أن تكون يشوفها شيء طبيعي، يعني يحب دائما أن تكون الناس وحدة. بعدين صبور جلود، يعني يمكن حادثة وفاته في مجلس الأمة تدل على جلده، أصيب بالجلطة وفضل قاعد يمكن أكثر من ثلث ساعة، صح، وألم الجلطة معروف طبيا أنه من أشد الآلام اللي تصيب الإنسان، حتى ما استنفذ طاقته في الصبر، وكان يحمل أمراض في جسده ويتحملها بصبر. يعني كان معاه ألم في رجله عدة سنوات يمشي وتحس في مشيته أنه مو قادر يمشي، ومع ذلك لا سافر برا ولا تعالج ولا شيء، صابر عليها، يعني كان جلود في صبره. نعم. بعدين طال عمرك هو يعني كحاكم ما كان عنده مثل ما عندي وعندك حب وكره،
وهذه صفة جيدة طبعا في الحاكم، كان مثلا يظهر العطف والحنان الأبوي، إنما ما كان عند مثلا ناس إذا جو مثلا يهلهم ويرحب فيهم أكثر من اللزوم، وناس آخرين يعني مجهم أو يكرههم. لا لا، الناس بالنسبة له ما هو مقيسة بالنسبة لهم أحب فلان وأكره فلان، لا، كان عنده نوع من المساواة في المعاملة، وتحس أنت وياه أنك أنت مع أبوك، فكان يتعامل مع الناس على أساس الأب. وهو رحمة الله عليه لما استلم الحكم أيضا كان فارق السن بينه وبين الجيل اللي يحكمه فارق كبير، فكان فعلا إلى جانب منصبه سنه أيضا يؤهله أن يكون بهذا. بعدين من صفات الشخصية جدا يعني اللي حنا نلمسها كموظفين، إن مثلا إذا سأل ما يحب يسمع أجوبة فيها تهويل، يحب أن تصور الأمور كما هي، ولذلك التهويل ما يحبه. وأشد شيء يكرهه في حياته هو الكذب. إذا كذب عليه إنسان مرة لا يمكن أن يتعامل وياه مرة أخرى. يعني كان حقيقة صفة جيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سئل وإذا كذب المؤمن يا رسول الله قال هل يكذب الكاذب وهو مؤمن؟ قال لا. فكأنما الكذب إذا ارتسقت في الإنسان خرج من دينه. فكان رحمة الله عليه يكره الكذب بشكل يعني لا يغفر الكذب الإنسان، خلاص انتهى. بعدين الذي عرف عنه أيضا أنه غير عنيف، يعني ما تحس أنه حتى في طلب للشيء أنه لحوح ولا يريد الآن ولا يعني صفات إنسانية يمكن أنا وأنت عندنا موجودة لما نحتاج لشيء نقول الحين نبي. هو لا، يطلب الشيء ليأتي في وقته. يعني إنسان مطمئن، تحس مطمئن، إنسان تحس مطمئن. يعني تحس أنت وياه وأنت عصبي أو قلق أو خايف أو هذا، تحس بوجودك وياه أنه كل هذا زال. بعدين يتحسس أخبار الناس ويسأل. وأنا أذكر إن مرة كتبت لوحدة من الأسر الكريمة في الكويت تطلب منها بيت، فقال هذه ما حصلت بيت لحد الآن؟ قالوا لا طول العمر ما حصلت. قال إذا تبنى 500 بيت الله لأسر الكويت الله اللي من هذا النوع لهم ما لهم من ماضي مادي وأدبي وما وصلهم الدور، أو فبنى رحمة الله عليه 500 بيت وما عاش ليراها توزع، إنما وزعت بعدين بواسطة لجنة كان سمو الأمير يرأسها، سمو ولي العهد أيضا عضو فيها. فيعني يتحسس مشاعر الناس فعلا، ليعرف ماذا يدور، ويسأل بكثرة كل من يدخل عليه يسأله ويتعرف على أحوال الناس. بعدين هو ما له مسائل شخصية، يعني ما تحس أن هذا الإنسان له رغبات شخصية، له طلبات، ما يهتم بالترفيه الشخصي، يعني ما عنده رفاه شخصي له هو شخصيا ماكو. يعني يمكن كان أهم شيء عنده إنه مثلا يأخذ لنجة وروح فلجة، يقعد هناك 3-4 أيام خمسة أيام حسب الحاجة، وأقلع عن هذه العادة بعد أن أصبح الكويت فيها عمل كثير ويجب المداومة اليومية. إنما في فترة ما قبل أن تصبح الكويت دولة كان يروح فلجة من هناك، وعرف عنه أنه يقعد يجلس جلسات تأمل ساعات طويلة لوحده برا الوحدة يتأمل. أستاذ عبد العزيز عفوا، أيضا حبيت أن نرجع أكثر بتاريخ وبحياة المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح من خلال صلة والدك فيه، وحسب ما تفضلت أنت أنه 52 سنة استمرت صلة والدك في الشيخ المرحوم عبد الله السالم، فمن خلال ذكريات والدك معه أيضا إيش كونت انطباع أنت عنه، أو والدك مثلا إيش الأشياء اللي مثلا حكاها لك عن المرحوم الشيخ عبد الله السالم حتى قبل توليه للحكم وأيام ما كان يعني شاب يافع؟ والله الحقيقة هذه أنا يعني فاتني أنا أعرفها في الواقع، يمكن لفارق السن بيني وبين والدي، فما في مجال للحديث حديث الأصدقاء
أي نعم. الفرق كبير، كان بيننا حوالي 40 سنة. إنما تظل يعني في أشياء. إنما أنا لما جيت المرحوم طلبني أن أشتغل عنده. نعم. وكان والدي انتقل من عنده وراح للمجلس الأعلى، فقال أبي عبد العزيز يكون عندي. فأنا طبعا رغم أن رحمة الله عليه كان يعرفني من صغري باعتباري أنا ابن سكرتيره، وأنا أيضا كثير التردد والسلام على سموه، لكني ما أعرف المعرفة اللي تؤهلني أن أشتغل وياه. فجيت الوالد الله يرحمه وسألته، قلت له أنا سأعمل مع الشيخ عبدالله السالم، أحب أعرف شيء من صفاته. قال لي ثلاث أمور يجب أن تتجنبها مع الشيخ، وما غير ذلك ماشي. قلت ما هي؟ قال لا تكذب، لأن إن كذبت مرة خلاص تنتهي في حياته. ولا تهول إن وصفت، قل الحقيقة كما تعرف مجرد. ولا تنتظر من عبد الله السالم الله يرحمه العنف، لأن في بعض الناس يترددون في قول الحق خوفا من العنف. قل الحق لأنه رجل يحب أن يعرف الحقيقة. وبعد ذلك قال لا شيء، يكفي هذا الدستور أن تعرفه لكي تبني علاقتك مع رئيسك في العمل. وفعلا كان دستور سليم، وأنا مشيت فيه عدة سنوات مع المرحوم من أبدع ما يكون. وقال لي صفة رابعة الحقيقة، قال لي المرحوم ما يحب أبو الأحرى، يحب الإنسان الذي يعني يجيد الوصف ويجيد التحدث في الموضوع المسؤول عنه. فإذا ما تعرفت على الأمور اللي يهتم الشيخ يجب أن تترواها وتعرف دقائق تفاصيلها وحقائقها، حتى إذا سألك تجيب. فإذا سألك عن شيء ما تعرفه لا تجاوب حتى تروح تتعرف عليه، فلا تعطيه معلومات سطحية أو مغلوطة. وهذا كلام جميل. وأيضا يتهيأ لي من خلال هالجانب أستاذ عبد العزيز أيضا يبين الجانب الأدبي فيه، أنه يعني هو يهتم أيضا بالوصف أو بدقة الوصف أو بحلاوة الوصف أيضا. إيه ما في شك. وأعتقد سمعنا كثير عن اهتمامه هو بالأدب وبالشعر. هو الحقيقة لما أردت أن تعرف ما سر هذه الشخصية، رحمة الله عليه ولد وعاش في الكويت، مصادر العلم والمعرفة والثقافة في عصره كانت محدودة. نعم. ليش يتميز هو عن كثير من الناس وعن غيره؟ هذا صحيح. بهذه الصفات اللي نتمنى اليوم أن تعم لجميع الناس، هذه الصفات التواضع والصبر والحلم والتقشف وحب العدل والأشياء هذه. السر في أن المرحوم كان مولع بالأدب والشعر وقصص العرب ومشاهيرهم. ولا شك أن العرب خلفوا تراث في عصرهم الذهبي، خاصة في صدر الإسلام. نعم. في صدر الدولة الأموية والعباسية، ما جعلهم أمة تسود العالم. إحنا اليوم في عصرنا الحاضر ويمكن في جميع الدول العربية نقرأ كل شيء إلا هذا الشيء لا نقرأ، والنادر منا الذي يقرأ. صح. نقرأ يمكن عن مؤلفين غربيين، عن قصص غربية، نشوف أفلام غربية نشوف، إنما لا نرجع إلى تاريخنا لنقرأه. المرحوم كانت أولا هو يحب الأدب والشعر ويحفظ الشعر ويتمثل في الشعر دائما. ويمكن كثيرين من اللي عاشوا وياه في آخر حياته شهدوا في مجلس الأمة يقول بعض أبيات من الشعر، وحتى في مرض أيضا كان يقول بيت أبيات من الشعر تدل على مشاعره وإحساساته في فترة المرض. هذه المجالسة الليلي كل ليلة مع أدباء ماتوا من مئات السنين. نعم. ومع هذه القصص. نعم. ومع هذه والشعراء والعظماء كانت تجتذبه وتخليه دائما يعيش هذه الشخصيات. نعم. ويتخلق بأخلاقها حتى أصبح
هذا السلوك جزء منه. يعني هو قارئ إيجابي أيضا، مو يقرأ لمجرد القراءة، لا هو يقرأ ويتمثل. نعم. يعني كأنما هو يقرأ هذه الكتب وهذه القصص ويتمثل بقصص الآخرين. نعم. في الصبر وفي الكرم وفي الشجاعة وفي النخوة. نعم. وفي الحلم وفي العدل. فكان يقرأها ويتمثلها في شخصيته. نعم. طبعا احنا نعرف لما الإنسان يتمثل شخصيات أخرى تمثيل، بعد فترة من الزمن تصبح شخصيته صح. كذا صح. فهو استلم الحكم وكان متقدم في السن. نعم. كان قطع مرحلة كبيرة من التعرف على هذه الشخصيات والعيش فيها، وكان دائما يردد إن عليكم أن تقرأوا الأدب والشعر. أذكر مرة جلس ويانا كأعضاء مكتب له، وكان في بدء إنشاء المكتب سنة 60 والدولة لم تعلم بعد. نعم. وكان يريد يرتب سكرتارية تحضر لتهيئة الدولة. وبعدين قال نحب نسوي مساجلة شعرية، أبي أعرف مدى عمقكم في الشعر والأدب. فقمنا نقول حتى عجزنا. فضحك رحمة الله عليه وقال تعرفون إنجليزي؟ فطبعا احنا قلنا كل بقول اي نعم طول عمر نتفاخر بحنا الإنجليزي. قال لي الإنجليزي حتى الحمامين يعرفونه، لكن الأدب والشعر ما كل من يعرفه. صحيح. خلوا عنكم الإنجليزي، امسكوا تاريخكم وامسكوا قصص أبائكم وأجدادكم حتى تتمثلون بأخلاقهم وبصفاتهم. الحقيقة يعني احنا حسينا فعلا بأننا احنا ناس مقصرين بالفعل. إيش يعني أن تعرف إنجليزي؟ الإنجليزي لغة أجنبية صحيح، إنها لغة حية وتستفيد منها ولا بأس أن يتعلمها الناس، لكن أنت نسيت لغتك أنت وذهبت إلى لغة الآخرين. صح. يجب عليك أيضا أن تتعلم تاريخك، تتعلم قصص الأوائل من أبائك وأجدادك. نعم. كيف استطاعوا أن يفتحوا هذه البلدان وأن ينشروا الإسلام وأن يعم الرخاء بلادهم. هذه الصفات اللي جعلتهم تصل هالمواصيل هي التي يجب أن نتعلمها ونعرفها ونتمثل فيها ونعمل بموجبها. مو أن نتعلم العلوم الحديثة بس واللغات الأجنبية. وحقيقة كان رحمة الله عليهم رأيه في مكانه. هذا صحيح. الواقع يعني أنا حبيت أن أتكلم عن صفات المرحوم الشخصية مثل ما قلت لك في بداية الكلام، لأنها هي الأهم في شخصية في. نعم. في حياته من منجزاته كحاكم. نعم. لأن منجزاته كحاكم لا زالت موجودة وكل الناس تعرف، ويهم الناس طبعا يعرفون يعني الجانب الشخصي لهذه الشخصية الكبيرة يعني أو صحيح. الشخصية العظيمة. حبيت أسأل الأستاذ عبد العزيز إن كان يعني فترة يعني مقارنة بسيطة بين عبد الله السالم كحاكم للكويت قبل الاستقلال وعبد الله السالم كحاكم للكويت بعد الاستقلال. أنا لا أستطيع أن أتكلم عن المرحوم قبل الاستقلال بأكثر من سنتين أو ثلاث. نعم. وقتها كنت أنا صغير، يعني ما أستطيع أن أقيم الأمور وأحكم عليها. إنما الكويت يعني بلد كانت بسيطة وصغيرة. نعم. وأمورها يعني أيضا تشبهها من البساطة، حيث أن المرحوم الشيخ أحمد الجابر كان يدير كثير من أمورها على قلتها، وما في كان هالتوزيع في الاختصاص ولا هالمسؤوليات ولا هال، فما كان هناك يعني تاريخ يذكر. نعم. للموضوع، ولو أن مثلا ترأس عدة مجالس كالمجلس الصحة وأعتقد البلدية فترة من الزمن، إلا أن الأمور كانت أيضا ببساطة. نعم. ما كان في محك للشخصية. نعم. مثل ما كان في عصره أو في أواخر عصر. هذا صح. طبعا تساعد الدولة هنا يبين الحاكم يعني مثلا تماسكه أمام الأزمات يدل عليه هدوءه. نعم. حبه للعدل، الأشياء هذه كانت تظهر أكثر عندما يوضع الإنسان موضع المسؤولية الكثيرة. إيه نعم. أنت عاصرت أستاذ عبد العزيز يعني كسكرتير من سنة 59. نعم. اللي هي يعني قبل الاستقلال بسنتين أو بثلاث. نعم. سنوات. نعم. يعني هو كحاكم يعني في مكتبه أو في تعامله مع الآخرين، يعني طبعا الكويت قبل لا تصير دولة غير بعد ما صارت دولة، يعني
سياسة الباب المفتوح عنده واهتمام اهتمامه بمشاكل الناس البسيطة هم استمرت حتى بعد الاستقلال والتساعد. لا ما تغير شيء أبدا ما تغير شيء أبدا. يعني تساعد الدولة وكبرها وعلاقاتها الخارجية ما أثرت على اهتمامه الشخصي في القضايا البسيطة؟ لا 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 أبدا أبدا، كان يتحسس مشاعر الناس ويعرف تفاصيل دقيقة، وأحيانا إحنا يذهلنا بأنه يقولنا عن أشياء هو طبعا عرفها من الآخرين بطبيعة الحال، وسأل ويقول لنا شوفوا كذا وشوفوا كذا وشوفوا كذا اعملوا كيت، يعني يعطينا توجيهات غريبة ودقيقة جدا وصغيرة، يعني يهتم بالكبيرة والصغيرة على نفس المستوى من الاهتمام، ويتحسس مشاعر الناس بشكل يعني شغوف فيها يوميا يوميا. هل نقدر نقول أستاذ عبد العزيز العتيبي ان المرحوم عبد الله السالم بانجازاته هذا اللي انجزها يعني من خلال اتساع في قضايا التعليم، قضايا الصحة، كل شيء موجود يعني أو نوجد في عهده، هل هذا يعني يمثل أخلاقه هو كإنسان يعني من حيث كرمه، أو أن هذه الميزانية أو المالية مالت الكويت يعني يجب أن ينعم فيها مثلا الكويتيين وتتحسن الأمور، يعني هذه طباعة الشخصية انعكست على هذه المشاريع أو هذه الإنجازات؟ شوف، أساس مشاعر المرحوم أو منطلق المشاعر الأساسية إنه محب للناس، ومن هذا الحب يفيض كل شيء. نعم. أنا إذا حبيت إنسان أتحسس ماذا يريد. صح. فإذا عرفت ماذا يريد. نعم. وعندي القدرة على تنفيذ ما يريد نفذت. بعدين هو ما يحب نفسه، يعني ما عنده شيء لنفسه هو شخصيا، ديوانيته في الشعب لما أرادوا يهدمونها قام قيامة ما يريد، خلوها على شغلها القديمة أي. وغرفة نومة أصر بأنها ما تتغير كما هي، موترة ما يرضي يبدلونه، يعني ما عنده شيء لنفسه أبدا. نعم. ما عنده شيء لنفسه. وكانت بينما نعم. تجد مثلا طبعا بدأ المال يأتي في عصره وكثر كل شيء، يبارك خطبات الآخرين ويشور. بطبيعة الحال لازم ما نحمل المرحوم أكثر مما يتحمل. نعم. مثلا في عصره، في أواخر عصره لما جاء المال تعقدت الأمور. نعم. أصبح مثلا في شركات، في مقاولين، في وزارة أشغال، وزارة صحة، وزارة التربية. نعم. فهو ما هو من الجيل الذي عاصر النظم الإدارية بحيث يعيش دقائق الأمور اللي داخلها في الوزارات ويدخل فيها أو يحكم على مدى انطباق قانون الوظائف. نعم. العامة المدنية مثلا على الناس. نعم. ما هو، لكنه كان يثق باللي حواليه. أه. ويبارك خطواتهم. أه. إنما مثلا في أمور بديهية، أن تكون هناك مستشفيات وأن يكون هناك علاج للجميع، أن يكون تعليم للجميع. كان سخي فيها يعني. ويحب تمشي يعني المركزية مو من طبعة. لا لا لا، من بالتخصصات يعني. لا، هو يثق باللي حواليه ويبارك. نعم. خطواتهم. نعم. دائما. نعم. إنما قلت لك أنا هو محب للناس، يحب يرى الناس مرتاحة. من هذا المنطلق نجده دائما يبذل، يحب الأمور تمشي. وكان لأعتقد جولات يومية يتفقد فيها. هو كان له جولة يومية معروفة. أين؟ أن يوصل الجهرة، الجهرة. نعم. المشوار المعروف عنه. أين؟ كل يوم. نعم. وأنا يعني أذكر رافقته مرة من الشعب إلى الجهرة، واستغربت يعني أني أنا مع فارق السن والمنزلة كنت ماني عارف وأنا قاعد. فهو شاف حيرتي وقال لي لا تعال تعال يمي. قعدت يمه، فجلست يمه ورحنا مشينا طريق إلى الجهرة ورجعنا. كنا نسولف كأصدقاء، وأنا يعني أشعر بالحرج يا أخي، حتى لو ما كان حاكم، لو كان رجل بهذا السن وحده. صح. كافي أنك أنت تتحرج بالجلسة جنبه. نعم. والتحدث وياه بانطلاق، وكان يشجعني على أني أتحدث وياه، كان واحد من أصحابه. ويحب أن يعرف مدى معرفتي. دائما يستثير الإنسان اللي حواليه بأسئلة لكي يفحصه ويعرف من هو هذا الرجل. وفعلا هي من الصفات الحقيقية اللي ما ذكرناها، إنه هو دقيق في التعرف على الناس لكي يضعهم في منازلهم من حيث الفهم لا من حيث التكريم. يعني هذا يفهم أسلم المسؤولية الفلانية، هذا أقل فهم يأخذ المكان الفلاني. يتساوون عند الناس في الحق والباطل، يعني حقوق الناس
مصانع بغض النظر عن مستوياتهم المادية أو العلمية أو الثقافية، إنما كحاكم مسؤول عن تعيين الناس في مناصب في دولة جديدة بدأت تنتشر وتتسع وتكثر فيها المسؤوليات، كان دقيق في تفحص الناس ومعرفة مقدار فهمهم. فكان عبارة الرحلة وياه من الكويت إلى الجهرة وبالعكس كان رحلة فحص مستمرة لكي يتعرف على، يكون هو قاصد يعني أنه هو من طبعه اللي يحب الإنسان اللي حواليه أو اللي يتعرف عليه لأول مرة يتفحصه ويعرف شنو مستواه. ما كان شيء يثيره، استحيل استحيل شيء يغضبه حليم أو شيء مثلا يدفعه إلى الانبساط الشديد أو إلى القهقهة والضحك أو السرور والاندماج، لا كذلك ما كان في شيء يغضبه أو يجعله ينفعل أو يحمق أو يزعل أبدا، إنسان متزن متماسك بشكل يحيلك بالراحة، تحس معاه أنك أمام حاكم وأبو. ويعني كل الجيل اللي عاش المرحوم، وطبعا اليوم الغالبية لا زالت تعيش، يشعرون بنوع من الأبوية والراحة النفسية معاه. صحيح. جدا هذا صحيح. أستاذ عبد العزيز العتيبي، نعرف أن فترة مرض المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح طولت، أعتقد تم 40 يوم أو حوالي 28 يوم. أي نعم. خلال هالفترة كنت تعود؟ لا والله ما زرت. لا كانوا يزورونا جدا محدودين على أساس التعليمات الطبية. أي يزورونا جدا محدودين ولا يدخلون إلا بطلب من عنده يعني. هنا هو أسباب الوفاة القلب؟ ما في شك، وجات جلطة في مجلس الأمة وحادثة يعني شهدها الكثير. نعم. وفضل في المجلس إلى قبيل العصر، وبعدين شالوا ودوا قصر الشعب، فضل 28 يوم وتوفى. رحمه الله. أستاذ عبد العزيز العتيبي، لك شكرنا على حضورك للاستوديو تسجيل هذا اللقاء عن حياة المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح رحمه الله. شكرا لك، ونعرف ان احنا لم نتناول في حياة المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح الا الجزء اليسير، لان رجل بمكانته وبعظمته قد يستغرق وقت طويل جدا الحديث عنه الحقيقة أو إفاء حقه رحمه الله. شكرا لك أستاذ عبد العزيز. يا أهلا وسهلا، متشكرين.